للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مدير عام غرفة تجارية صناعية العربية القدس السيد لؤي الحسيني. أهلا بك سيد لؤي. أهلا فيك وبجميع المستمعين. أهلا بك سيد لؤي. في البداية، هذا المؤتمر الأول فيما يخص المقاولين العاملين في مدينة القدس، صحيح؟ صحيح. طيب نحكي إذن في البداية، يعني ما هي الأسباب التي دفعت لعقد هذا المؤتمر، وهي أهم التوصيات أو النتائج التي خرجتم بها؟ طبيعي الغرفة التجارية الصناعية العربية هي بتمثل كافة القطاعات، إن كان من سياحة، من تجارة، من مقاولات. فهذا المؤتمر لأنه في حاجة له، وكان هدفه هو تنظيم أو المساهمة في تنظيم وتطوير قطاع المقاولات. فناقش عدة قضايا، يعني أخذ النقاش خيرة خبراء القدس في مجال التحكيم، التطوير العقاري، في العقود. فهذا لامس احتياج المقاولين، وهذا هو الأساس. واللي خلاه مميز أنه شاركت في معظم المؤسسات المقدسية، مؤسسات الرفاه، التعاون، المجلس الفلسطيني، مختلف المؤسسات المقدسية. بالإضافة أنه كان بدعم ومشاركة مؤسسات على مستوى وطني ومهني، مثل نقابة المهندسين واتحاد المقاولين. نعم. وجانب ثاني خلاه أكثر تميز أنه جمع كافة الأطراف، بمعنى كان في مقاولين، كان في ممولين، كان في مطورين، مكاتب هندسية. فهذا خلى النقاش غني ومن مختلف الجوانب. جميل. طب سيد لؤي، يعني شو هي أهم العقبات أو نحكي التحديات اللي بواجهها المقاولين العاملين في مدينة القدس؟ يعني أغلبها كان طبعا هي المنبثقة عن ممارسات الاحتلال طبعا. جزء كبير منها التمويل، جزء أساسي، الضرائب، حجم الضرائب وكثرتها، القضايا القانونية المتعلقة بترتيب أمور الأراضي، هذه قضايا أساسية بتواجه المطورين والمقاولين وكافة العاملين في القطاع هذا. نعم. هذا المؤتمر الذي استمر على مدار يومين، من يوم السبت أو من يوم السبت، صحيح؟ الجمعة والسبت. طبيعي المؤتمر كان خرج بمجموعة مخرجات بتلامس احتياجات المؤسسات والمقاولين بالأساس والعاملين في هذا المجال. يعني تناقش قضايا مثل التحكيم، وكان في توافق على ضرورة تفعيل التحكيم. كان في توافق من المخرجات، كان في تركيز على أهمية التشبيك بين المؤسسات. وطبيعي تناقش أهمية عقد مجموعة من الدورات الفنية، وفي يعني تفاصيل أكثر لاحقا. بالإضافة إلى قضية هامة بتهم جميع المقدسيين، وهي قضية الإسكان. وتم التوافق على العمل على محفظة مالية للإسكان، وكيفية توفير إسكان بأسعار معقولة للمقدسيين. جميل. طب سيد لؤي، نحن على أبواب استقبال شهر رمضان المبارك، كل عام وأنتم بخير. لو نحكي عن استعدادات الغرفة التجارية الصناعية العربية القدس لاستقبال الشهر الفضيل، بما يخص طبعا الحركة التجارية في مدينة القدس وفي البلدة القديمة بالذات، نحكي في ظل الممارسات الاحتلال بالاستمرار في مضايقة التجار، التضييق عليهم، نحكي أيضا الحركة السياحية أيضا خلال الشهر الفضيل، استعداداتكم لهذه الأمور خاصة في الشهر الفضيل. زي ما الجميع عارف، تعتمد القدس على الوافدين، إن كان من فلسطينيين من بقية الضفة أو من الداخل أو من سياح. نعم. وعانت القدس بالفترة الأخيرة من جائحة الكورونا والاحتلال. والاحتلال حاليا يعني ما زال الإغلاق المفروض على الضفة بيعزل جزء من أهلنا، جزء كبير من أهلنا عن القدس، وهذا بالتالي له تبعات اقتصادية وغيره. بالإضافة إلى قضايا مرتبطة بالضرائب، وضرائب مقابل عدم تقديم خدمات، نقص الخدمات. فكل هذه المضايقات بتأثر سلبا على القطاع التجاري. طب دوركم سيد لؤي في هذه الحالة؟ هلأ شهر رمضان هو شهر خير، يعني خصوصا بموضوع فرض الضرائب على التجار. نعم. أو هي الممارسة العنصرية، هي نحكي أكثر تجاه التجار. صحيح. هلا هذا ضمن العمل اللي تعمله الغرفه التجاريه في المساعده او المساهمه في تهيئه الجو الاقتصادي الافضل. فنحن مثلا عندنا مجموعه من التدخلات اللي بتساعد على تحسين الوضع هذا. مثل نمنح عن طريق شركائنا، طبيعي، قروض حسنه، بنساعد في قضايا مرتبطه بالدعم القانوني،
مرتبطة بالدعم الضرائبي، كيفية التعامل مع أنواع الضرائب المختلفة، نمنح تسهيلات في مجال بناء القدرات، يعني تدريبات في الاستيراد والتصدير، في التسويق، في الجرافيك ديزاين، تدريبات تقنية وإدارية مختلفة. وجانب ثاني بنحاول نساهم فيه كغرفة تجارية، تنظيم جولات للقدس والبلد القديم على أساس إحياء البلد القديمة وتفعيل الحركة التجارية فيها. نعم تفضل سيد لؤي. فمثلا اليوم خلال الأسابيع هاي في عنا جولات للمخابز، معروف أن القدس والكعك المقدسي والبرازق هو منتج مقدسي بامتياز، وهو بيعكس الهوية الثقافية في القدس، فنحن بنشجع الناس ينضموا لمثل هيك جولات ليتعرفوا على مخابز القدس أكثر ومنتجات القدس أكثر. جميل. طيب سيد لؤي، يعني بنحكي عن الأسعار، هل هناك حصل اختلاف؟ طبعا هو التأثير عالميا على جميع المستويات على البضائع والسلع أينما كانت، سواء حتى في أراضي الضفة وفي داخل القدس أيضا أسواق القدس. مدى رضا المواطنين عن هذه الأسعار؟ هل هناك مراقبة مستمرة على تسعيرة البضائع في داخل القدس؟ زي ما ذكرت الأسعار ارتفعت عالميا، وهذا انعكس علينا لأن جزء من العالم، ولكن هناك بعض التجاوزات يعني تحصل هنا وهناك. صحيح، لكن بشكل عام الأسعار في القدس مرتفعة نسبيا في بعض القطاعات لأنه مدخلات الإنتاج فيها مرتفعة. يعني الأجار مرتفعة، العمالة مرتفعة، الضرائب مرتفعة، فبحكم الحال بتكون مرتفعة. لكن في المعدل العام ارتفاع الأسعار معتدل، يعني الأسعار معتدلة مقارنة. فنحن بنشجع في كل الأحوال أهلنا إن كانوا في الضفة أو في الداخل أن يتوقعوا من القدس. التواجد في القدس وامتلاء القدس وشوارع القدس والبلد القديمة بالمصلين والمتسوقين بنعش الحركة فيها. طبعا سيد لؤي، يعني مع التحضيرات لاستقبال شهر الفضيل، سواء بزينة رمضان، بالإضاءة، بجميع يعني نحكي معالم الفرحة لاستقبال الشهر الفضيل، يعني شو هي فعالياتكم خلال الشهر على مستوى طبعا القطاع السياحي لو نحكي؟ طبيعي القدس تنتعش بالشهر الفضيل، والاستعدادات مستمرة لاستقبال الزوار، إن كان في مجال الفندقة، في مجال الاستضافة، كل الفعاليات في القدس بانتظار شهر رمضان، لأنه فيها فعلا هو الشهر الوحيد اللي تنتعش فيه الحياة في القدس فعليا. نعم. الناس وبالذات التجار بينتظروا الشهر هذا على أساس يعوضوا جزء من خسائرهم اللي عانوا فيها من خلال السنتين من في ظل جائحة الكورونا. صحيح. نتمنى لكم الخير كله، وكل عام وأنتم بخير. كان معنا مدير عام الغرفة التجارية الصناعية العربية القدس السيد لؤي الحسيني، شكرا جزيلا لك.